أما المهارة الثالثة في هذه المرحلة، مرحلة التجميع، هي مهارة الاشتقاق. فما مهارة الاشتقاق؟ ومهارة الاشتقاق هذه تعنى يعني بتوليد مشتقات جديدة. المشتقات 20 مشتقاً، وهناك زيادات وتزيدات للأفعال والكلمات يزيد بها المعنى، والقاعدة تقول كل زيادة في المبنى يزيد بها المعنى. فليست كلمة اجترام مثل كلمة إجرام، وليس كلمة إجرام مثل كلمة جرم. جرم مثلا يقال جارم، أما اجترم يقال مجترم. ومثل كلمة عدا يقال عدا عاد فهو عاد، ويقال اعتدى فهو معتد. انظر، يعني الكلمة واحدة، هذا هو الاشتقاق. الاشتقاق أن تأتي منها بمصدر، باسم فاعل، باسم مفعول، بصفة مشبهة، بصيغة مبالغة، وهذه كلها مهارات لغوية مستحبة مستحسنة، يعني تولد ألفاظ لك لتسبكها في صياغتك ولتضعها في منحوتتك، في هذا المنحوت، هذا الوليد الجديد، هذا النص أو ذلك الحكم أو ذلك العقد أو أيا كان مكتوب كالقانوني ومصوغك القانوني، تنحت له نحوتات متناسقة تدل على المعنى مع شرائط الدقة والوضوح وأن تكون اللفظة وضعية وأشياء أخرى سنعرفها فيما يلي. هذا أيضا إضافة إلى التراكيب والأساليب. سائل يسأل وما التراكيب يا دكتور؟ نقصد بالتراكيب يعني لفظة مركبة مع غيرها. أقول مثلا قاضي الحكم، قاضي الموضوع، قاضي المحكمة، أو أقول القضاء، قضاء الحكم، قضاء المحكمة. فالقضاء لها احتمالات كثيرة، قد يكون القضاء صنعة القاضي، وقد يكون القضاء بمعنى الحكم، وقد يكون القضاء مؤسسة القضاء، فلن يظهر هذا المعنى إلا الإضافة، فأقول قضاء الحكم، قضاء الدولة، قضاء المؤسسة. وقد يكون الأمر غير قانوني، أقول القضاء والقدر، فأقول قضاء الله، قدر الله. انظروا على هذا التنوع. هذا بالنسبة للتراكيب. وهناك نوع آخر أيضا من التراكيب يسمى التركيب الوصفي. هذا التركيب الأول يسمى تركيب إضافي، كلمة أضيفها إزاء كلمة أخرى فتسمى الأولى مضافة وتسمى الثانية مضافا إليه، هذا يسمى تركيب إضافي. وقد يكون التركيب وصفيا، فأقول القضاء الوقتي، القضاء المتعجل أو المستعجل أو المستعجل، وأقول القضاء الإداري، القضاء الدستوري، القضاء الجنائي، القضاء المدني، القضاء الجزئي، القضاء الابتدائي، أيا كان. انظروا، هذه أيضا تسمى مركبات وصفية. إذن عندنا مركبات إضافية ثم مركبات وصفية، وهناك أيضا مركبات بنيوية، يعني مركبات مثل ماذا؟ مثل النحت. أرأيتم الأساتذة والطلاب في كلية دار العلوم مثلا، وهي دار اللغة التي امتدحها أحمد شوقي، دار العلوم ينحتون منها كلمة واحدة فيقال درعمي، درعمي، هذا نحت وهو نحت معتبر بينهم وهم أهل اللغة. كذلك يعني إيه طلاب المدينة الجامعية، وأنا كنت من سكانها، طلاب جامعة القاهرة قديما، يقال مدينجي، مدينجي أو مدينجي، يعني إيه من سكان المدينة الجامعية. فهذه أيضا إيه أشياء تقال، هذا يسمى نحت، وهو يعني إيه فن عربي معروف ومحترم ومعتبر ما دام هناك قبول عرفي واتفاق عرفي عليه. ومنه بيت الشعر الإيه المشهور، وتعجب مني شيخة عبشمية كأن لم ترى قبلي أسيرا يمانيا. كان الرجل مأسور وكان من اليمن، فيقول إن امرأة من بني عبد شمس كانت إيه تنظر وترمقه بعينيها في استغراب واستعجاب من حاله، فذكر ذلك في شعره وأسماها عبشمية، يعني من بني عبد شمس. وتعجب مني شيخة عبشمية كأن لم ترى قبلي أسيرا يمانية. وهذا أيضا يعني من ضمن علوم الكلمة أو علم الصرف، هذا النحت. ومنه قولهم بسملة، أي قال بسم الله الرحمن الرحيم، حوقل قال لا حول ولا قوة إلا بالله، هلل قال لا إله إلا الله. ومنه قول الناظم أبدأ باسم خالقي محمدلا مسبحلا مكتفيا محوقلا، ومحوقلا قائلا لا حول ولا قوة إلا بالله، إلى غير ذلك. إذن النحت هذا معروف وفي المصطلحات الإسلامية وقديما وحديثا، وهذا يسمى تركيب. وهناك تركيب أيضا يسمى التركيب المزجي، مثل بعلبك،
بعلبك حضر موت، ولكن هي لحمة واحدة مش حضر الموت، قد يكون لها مناسبة ولكن يعني هي بنيت هكذا فهي قطعة واحدة غير أنها مركبة. سيبا وي، نفطة وي، خالة وي، هذه كلها مركبات. فالمركبات تعتمد لا بأس إن كان موضوع العقد أو موضوع الصياغة يتعلق بذلك. فقد تقول طلاب المدن الجامعية تقول إيه؟ المدنجيين، المدنجيون، وإن اعتبرت واعتمدت هذا نص قانوني لا غبار عليه ولا شيء عليه. وإن كان في عقد وعرفت هذا المصطلح فلا بأس، فدائما ما في صدور العقود يقولون مصطلحات العقد، قصدنا بكذا كذا، هذا الايه المصطلح، هذا البنيان اللغوي قصدنا به كذا، قصدنا به كذا. وهذا يعني عرف مشهور خاصة في العقود الهندسية، عقود الإنشاء، العقود التي بها مصطلحات كثيرة ومصطلحات فنية، فلا تحتمل أن يعاد هذا المصطلح بقضه وقضيضه وقبيله ودبيره، ولكن يوجز في كلمة ما. إذن هذا بالنسبة للتراكيب. أما بالنسبة للأساليب، الأساليب أيضا اللغوية كثيرة. هناك أسلوب النداء، أسلوب التعجب، أسلوب الشرط، أسلوب المدح، أسلوب الذم. طبعا معظم هذه الأساليب لا تستعمل في القانون أبدا محالا، ولكن ماذا لو أتى أسلوب على ذهنك؟ اكتبه في المرحلة الأولى، هذه مرحلة التقميش، اكتب كل شيء يأتي على ذهنك. هذه مرحلة يعني القبعة الخضراء، قبعة الإيه؟ الإبداع، قبعة العصف الذهني، قبعة السيولة، تأتيك الأفكار، تأتيك المفردات، الأساليب، التراكيب تنثال على ذهنك انسيالا، لا تحجبها، لا توقفها، لا تنقدها، ولكن خطها، ركشها، نمطها، اكتبها، قيدها. العلم صيد والكتابة قيده، قيد صيودك بالحبال الواثقة، فمن الحماقة أن تصيد غزالة من بين أسد ثم تترك طالقة. يعني اكتب كل الأفكار وكل المفردات وكل الأساليب وكل التراكيب التي ترد على ذهنك، هذا في المرحلة الأولى. ومن الأساليب أيضا، لو كنت أكتب عقدا مثلا أو أكتب نصا قانونيا عن علاقة المحامين بضباط الشرطة بالإخوة في سلطات الاستدلال، نقول مثلا وهما عنصران للعدالة لا تقوم إلا بهما، لا تقوم إلا بهما، هذا إيه أسلوب. أو أقول وإنما تقوم العدالة بركنيها رجال الشرطة والسادة الإيه المحامين. أقول مثلا إنما العقد تسع مواد، أو إنما العقد تسعة بنود فحسب. أقول مثلا في عقد لطباعة كتاب ولا يجوز النقل أو الاقتباس إلا بمكتوب خطي من المؤلف، لا يجوز إلا كذا، حصر وقصر، وهذه أيضا من الأساليب القانونية المشتهرة. أما أسلوب حبذا ولا حبذا والذم والمدح وأشياء، هذه الصلاحية القانونية تنسفها، والصلاحية اللغوية المتعلقة بالعقد تنسفها أي أساليب انفعالية، أي أساليب تعجبية، هذه الأشياء لا قيمة لها في القانون البتة.